السلام عليكم. بعد ما اتكلمت المحاضرة السابقة عن موضوع الاكسبكتنس او الاكسبكتد فاليو اللي هي البوبوليشن مين، واتكلمت على معامل الاختلاف والستاندرد ديفيشن الخاص بالبوبوليشن، النهاردة هنشوف مجموعة من الامثلة اللي بتبين لنا ازاي نقدر نحسب الاكسبكتد فاليو وازاي نحسب مين الفاريانس. قبل ما نعمل الكلام ده عاوزين نبص شوية على القوانين المستعملة. ده كان البوبوليشن مين اللي هو الافرج او المتوسط بتاع البوبوليشن من خلال الديسكريت راندوم فاريبل. كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن السميشن لبرودكت البوسيبل فاليو في البروبابيليتي ماس فانكشن عند الفاليو دي. تمام، الكلام ده تحت مين؟ تحت السميشن. بالنسبه للفاريانس اللي هو معامل الاختلاف اللي هو عباره عن الديفيشن ما بين البوسيبل فاليو والاكسبكتد فاليو سكويرد weighted بالprobability mass function عند النقطة دي. أو ممكن أستخدم الابروكسيميشن ده أو الفورمولا الأخرى، بس أنا فاكر إن كان هنا في مشكلة في المحاضرة اللي فاتت ما أخدتش بالي إلا الوقتي. ده ماينس يعني سيجما إكس، خلونا نقول كده سيجما إكس سكوير summation على كل الإكس لإكس سكوير في probability أو probability mass function. تمام، الكلام ده بعد ما تخلصه هتطرح منه الاكسبكتد فاليو سكويرد. تمام، ده ماينس، هنا ماينس يا اخوان. تمام، بعد ما شفنا القوانين تعال نشوف اول مثال. اول مثال بيتكلم على ايه؟ بيقول لي افترض ان انت في جامعه، الجامعه دي فيها 15000 طالب. اوكي، ال 15000 طالب دول في كارنت ترم في الترم الحالي. تمام، وانا بختار طالب عشوائي، الطالب ده ما بين 15000 طالب. تمام، افترض ان الراندوم فاريبل بتاع حضرتك بيمثل النمبر اوف كورسز، عدد الكورسات. تمام، اللي الطالب المختار ده بيسجله. تمام، والبروبابيليتي ماس فانكشن بالشكل ده، يعني مثلا ان طالب مسجل كورس واحد فاحتماله 10%، طالب مسجل كورسين فاحتماله 3%، الطلاب المسجلين 3 كورسات احتمالهم 13%، الطلاب المسجلين 4 كورسات 25%، 5 كورسات 39%، 6 كورسات 17%، 7 كورسات 2% من الطلاب. بقول لي find the expected value. طبعا حضرتك عارف ال expected value لها اكتر من اسم، في ال population mean او ممكن تقول mean على طول، او الاكسبكتد فاليو. تمام، او تقدر تقول الاكسبكتنس. طبعا انت ممكن تعمل الكلام ده باكتر من طريقه، تقول لي والله 15000 دي الطريقه الاولى اللي قبل القانون، 15000 1% منهم، يعني انت بتتكلم على تقريبا 150 صح؟ لو قسمت الكلام ده على 100 يبقى انت بتتكلم في 150 طالب، يبقى هنا 150 طالب. اوكي، وتجيب ال 3% كام بالظبط برضو؟ 3%، فتضرب في 3 وتقسم على 100 يبقى انت بتتكلم في 450، وتبدا تظبط الجزء بتاع حضرتك ده. هتجيب لي هنا مين؟ هتجيب لي هنا الكاونت، صح يا اخوانا؟ تقدر تقول لي والله انا عندي النمبر ريجسترد او عدد الكورسات المسجله، يعني ممكن اعمل جدول زي ده كده واقول والله الكلام ده يعني مثلا النمبر. تمام، اقدر اعمل جدول زي ده لو انت حابب، واقول والله ده 1% من كام؟ من 15000، يبقى انا بتكلم في 150. تمام، عندي 3%، 3% يبقى انت بتتكلم في 450. عندي 13%، فاضرب الرقم واكتبه هنا، الربع مثلا، اكتب الرقم هنا والرقم هنا والرقم هنا، وابدا بعد كده اقول والله انا عندي 150 طالب، يعني الواحد متكرر 150 مره، يعني كانك بتعمل واحد 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 وهكذا لحد 150، ثم تقول لي الاثنين متكرره 450، 2 و2 و2 وهكذا، وتكمل بنفس الشكل ده. بقى عندك مين؟ بقى عندك البوبوليشن كامله، وتبدا بعد كده تقول لي والله انا بتكلم في المتوسط اللي هو الميو اكس، عباره عن هتقول لي والله انا عندي بقى 150 في كام؟ في 1 زائد 450. تمام، في 2 زائد، وتكمل بنفس الطريقه وتقسم على كام؟ على 15000. طبعا ده كنا بنعمله في الديريفيشن بتاع القانون صح؟
اللي هي القصة بتاعتنا، انت لو خدت اي ترم من دول بالشكل ده هتلاقيه عبارة عن 150 على 15,000 مضروب في 1، وطبعا باقي الترمات موجودة مع حضرتك. تمام؟ اللي هو 150 على 15,000 انت بتتكلم في كام؟ الزيرو مع الزيرو وال 15 بتتكلم في واحد من كام؟ بتتكلم في 1 من 100 اهو، يعني اقدر اقول عليه 1 من 100. والواحد ده هو عبارة عن مين؟ الواحد ده عبارة عن الاكس. تمام؟ طب الواحد من 100 ده اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن البروبابيلتي اوف اكس بتساوي اكس سمول في مين؟ في اكس. وده القانون اللي احنا بنستعمله. طبعا شفنا الكلام ده اثناء المحاضرة. تمام كده يا اخوانا؟ فحضرتك دلوقتي ممكن تعمل ايه؟ والله انا ممكن استاذن حضراتكم بس اضيف سلايد اهو، ونيجي هنا كده اقول بقى القانون بتاعنا هو نفس الجدول اللي كان موجود ده مع حضرتك ده. تمام؟ اللي هو كان عبارة عن كام بقى؟ من اسف خليه بالشكل ده، اللي هو كان عبارة لو انت عاوز الاكسبكتد فاليو على طول فاقدر اطبق القانون بتاع الاكسبكتد فاليو واقول والله الميو اكس بتاعتي عبارة عن كام بقى؟ احنا قلنا اكس، استعمل القانون بتاع السميشن، يبقى اكس في البي اكس، يبقى ده واحد في 1 من 100 بلس 2 في 3 من 100 بلس 3 في 13 من 100 بلس 4 في 25 من 100 بلس 5 في 0.39. تمام؟ زائد 6 في 0.17 زائد 7 في 0.02. كل الكلام ده يا اخوانا على كام بقى؟ كل الكلام ده على العدد، انا اسف مش على حاجه، انا اسف، كل الكلام ده لما تجيبه، معلش ننقله تحت شويه عشان يبقى شكله كويس اهو، ده القانون بتاعنا، ويطلع ان الميو اكس بتاع حضرتك اللي انت جبته ده، يطلع الميو اكس بيساوي 4.57. لاحظ ان الاكسبكتد فاليو او الافريج نمبر اوف كورسز بير ستودنت، يعني تقريبا الطلاب دول اللي حضرتك شايفهم بناء على البروبابيلتي ماس فانكشن، تقريبا متوسط الطلاب عدد الكورسات اللي بيسجلوها تقريبا رقم قريب من 4.57. لاحظ بس ان 4.57 مش نقطه من البوسيبل فاليوز، يعني مش نقطه هنا. تمام؟ لكن بشكل ما انت حتى لو بصيت في البروبابيلتي هتلاقي هنا الربع وهنا رقم قريب من 40%، فبشكل ما هتلاقي ان القيمه ما بين الاربعه والخمسه قريبه قوي. تمام؟ لكن اللي عاوز اقوله مش قيمه موجوده، ده الافرج 4.57 والنقطه دي مش من النقاط بتاعه البوسيبل فاليوز اللي مالها اللي موجوده معانا. تمام كده يا اخوانا؟ طيب ناخد مثال تاني. مثال يعني كانه معلومات عامه، الاطفال بعد الولاده، الطفل المولود جديد، ربنا يا رب يوعدكم جميعا يا رب ان شاء الله، الطفل بيوضع على سكيل حاجه زي ميزان كده او جهاز اللي اسمه ابيجر سكيل. ابيجر سكيل ده بيبدا يشوف بقى ضربات القلب ويشوف اللون بتاع الجلد ويشوف العضلات ويشوف الجهاز التنفسي، ويديله في الاخر رقم منين؟ رقم من 10. تمام؟ طيب تعال نفترض ان في خلال في مستشفى معينه، هنفترض ان الاكس بتاعنا او الراندوم فاريبل ده معاه كده هو الابجر سكور. الابجر سكور اللي بيمتد من 0 لكام؟ ل 10. تمام؟ البروبابيلتي ماس فانكشن اللي موجوده قبل كده بناء على الخبرات اللي قبل كده، ان كان الابجر سكور للتشايلد النيو بورن مثلا بياخده 0 بنسبه 2 من 1000. طب الحمد لله صحة كويسة. ومثلا 8 كان 25% من المواليد عند أبجر سكور 8، يعني عاطين سكيل كويس. والسبعة كان 37% معقول، والتسعة كان 12%. تمام؟ لكن العشرة اللي هم الأطفال البيرفكت الأصحاء اللي قيامهم كلها مظبوطة وكل القراءات بتاعتهم مظبوطة كان بنسبة 1%. هو الوقتي هياخد طفل جديد هيتولد. تمام كده؟ الطفل ده هنختار طفل
عشوائي هيتولد العام القادم. يا ترى يا ترى المين فاليو بتاعتي بكام؟ تمام. طبعا حضرتك عارف المين فاليو بتاع القصه دي عباره عن ايه. هنطبق بقى القانون على طول. هنقول والله الميو بتاعنا ميو اكس بيساوي الاكس في البي اكس، يبقى 0 في 0.002 تمام، زائد 1 في 0.001 زائد 2 في 0.002 زائد 3 في 0.005 زائد 4 في 0.02 زائد 5 في 5 4 من 100 زائد 6 في 0.18 زائد 7 في 0.37 زائد 8 في نقدر 8 شوية زائد 8 في 0.25 زائد 9 في 0.12 زائد مين بقى العشرة في 0.01. الكلام ده لما تحسبه حضرتك بالشكل ده هيطلع معاك 7.15. يعني الحمد لله ان الاطفال بصورة ما بناء على البروبابيليتي ماس فانكشن على الابجر سكيل عاطي ان الاكسبكتد فاليو او الافريج فاليو او البوبوليشن بوبوليشن مين عبارة عن 7.15، يعني بشكل ما صحتهم كويسة. تمام. لاحظ ان 7.15 مش رقم موجود من البوسيبل فاليوز، مش رقم موجود هنا تمام، لكنه رقم بيعبر بشكل ما عن مدى ان جدية او مش جدية مدى مدى ايه مدى القيم الكويسة الخاصة بالابجر سكور بناء على البروبيليتي ماس فانكشن. المثال الثالث، وهو بيقول لي في المثال الثالث هنا حاجة مهمة جدا، بيقول لي في ريزيستور في certain circuit is specified to have a resistance in the range. انت عاوز الريزيستنس بتاعت حضرتك تكون في الرينج من 99 ل 101 تمام. هبقول لي في انجينير مهندس جاب تو ريزيستور، بيقول لي هو عاوز ان القيمة بتاعت الريزيستنس تكون ما بين 99 و 101. ففي مهندس جاب مقاومتين، احتمال ان البوث اوف ذيم ميت ذا سبيسيفيكيشن يعني محقق المواصفات، ان الاثنين يحققوا المواصفات القيمتين 36%، واحتمال ان واحده بس تحقق المواصفات 48%، واحتمال ان ما فيش ولا واحده تحقق المواصفات 16%. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نقدر نقول والله لو انا افترضت ان الاكس بيمثل عدد الريزيستور اللي بتحقق المواصفات تمام، يبقى دي الاكس بتاعتي، ادي الاكس اهيت اكس سمول، وهاجي هنا اقول دي البروبابيليتي اوف اكس كابيتال بيساوي اكس سمول، ولا واحده بتحقق المواصفات، واحده بتحقق المواصفات الاثنين. عند الزيرو مفيش ولا واحده بتحقق المواصفات، يبقى انت بتتكلم في 0.16 تمام 16%، واحده بس بتحقق المواصفات بتتكلم في 48%، وان الاثنين بيحققوا المواصفات بوصف زم 0.36. طبعا حضرتك لو جمعت الرقم ده المفروض في الاخر الرقم ده اجمالي بكام؟ بواحد. واحنا قلنا الكلام ده ان البروبابيليتي ماس فانكشن مجموعها بكام؟ مجموعها بواحد تمام. ادي 6 و8 14 و6 20 زيرو معانا الاثنين، يبقى دي 5 و4 9 و11 0.1 يطلع معاك مين؟ يطلع معاك واحد. بقول لي هات لي البروبابيليتي ماس فانكشن اهو، ادي البروبابيليتي ماس فانكشن، ادي اول حاجه بلاش ده وخليها بالشكل ده اوكي، خليها بالشكل الحلو ده. طيب عاوز ايه تاني يا ريس؟ طالب مني المين. المين قلنا المين هو عباره عن الاكسبكتد فاليو، ممكن نحط الرمز برضه عشان نستعمل بقيه الرموز بدل الميو اكس دي، ممكن والله دي عباره عن اي اكس الاكسبكتد فاليو في اكس، زي ما حضرتك عارف عبارة عن 0 في 0.16 زائد 1 في 0.48 زائد 2 في 0.36 تمام. وده يطلع بكام بقى؟ يطلع مع حضرتك ب 1.2. يبقى الاكسبكتد فاليو
بتاعتي ان بشكل ما يطلع ما بين 1 و2 من 10، يعني ما بين مقاومة ومقاومتين ان يطلعوا محققين المواصفات ما بين 1 و2، وده باين ان الارقام هنا البروبيلتي بتاعتها عالية. طالب منك كمان الفاريانس. حضرتك عارف الفاريانس في صيغتين، والله الصيغة الاولى عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاكس ناقص مين؟ ناقص الاي صح؟ يبقى 0 ناقص 1.2 تربيع مضروب في مين؟ في البروبابيليتي مضروبة في 0.16 زائد مين كمان؟ 1 ناقص 1.2 تربيع مضروب في 0.48 زائد 2 ناقص 1.2 تربيع في 0.36 تمام؟ يطلع الرقم ده بكام بقى يا اخوانا؟ اتاكد من القانون بس. ادا 0 ناقص 1.2 تربيع مضروب في 0.16 زائد 1 ناقص 1.2 تربيع في 0.48 2 ناقص 1.2 تربيع في 0.36 يطلع الكلام ده 0.48. ولو حضرتك حبيت تستعمل القانون التاني اكتبه بلون تاني بقى تمام، اللي هو سيجما سكوير، كنت ممكن تعمل الكلام ده عبارة عن الاكس تربيع صح؟ اكس تربيع اللي هو عبارة عن الزيرو تربيع اهو، زيرو تربيع مضروب في مين بقى؟ زيرو تربيع مضروب في البروبابيليتي، مضروب في البروبابيليتي اللي هو 0.16 تمام؟ زائد 1 تربيع مضروب في 0.48 زائد 2 تربيع مضروب في 0.36 الكلام ده ناقص الميو تربيع والميو 1.2 الكل تربيع. اعتقد ده القانون اللي هو التاني او الفورمولا التانية في الفاريانس اللي هي عبارة عن اكس تربيع في البروبابيليتي ناقص الميو تربيع تمام؟ وطبعا حضرتك بناء على القصة دي تقدر كمان تروح تجيب مين بقى؟ تقدر تروح تجيب السيجما اللي هي بجذر بتاع مين؟ بتاع السيجما اكس سكوير اللي هي طالعة مع حضرتك بكام بقى؟ هتطلع مع حضرتك ب 0.69 مين؟ 693. دي القصة بتاعتنا. لو حضرتك فهمت بقى ازاي بتحسب الاكسبكتد فاليو والاكسبكتد فاليو وحسبت الفاريانس، عاوزك كمان تروح تحسب لي البروبلم دي وترجع لي بيه الحل. ايه ده؟ بقول لي ان الكمبيوتر شيبس بشكل ما بتخضع، بيبقى فيها سيرفيس امبرفكشن، فيها عيوب في السطح تمام، وبقول لي النوع معين من الكمبيوتر شيب احتماليه او البروبابيليتي ماس فانكشن للنمبر اوف ديفكتس زي ما انت شايف، يعني 40% ما فيش عيوب، 30% في عيب واحد، 15% في عيبين، 10% في 3 عيوب، و5% فيها 4 عيوب. بطلب منك تجيب لي ايه هي البروبابيليتي ان الاكس اقل من او تساوي 2، ايه هي البروبابيليتي ان الاكس اكبر من 1، وهات لي الاكسبكتد فاليو، وهات لي مين، وهات لي الفاريانس. دي المحاضرات الريفرنس اللي اعتمدنا عليها في التحضير بتاع المحاضرة. أتمنى أن المحاضرة تحوز على إعجاب حضراتكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، أتمنى أسمع من حضراتكم. لا تنسونا من صالح الدعاء، فدعائكم زاد لنا، ونلتقي بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.